ينطلق منتدى دراسات الثانوي الخامس يوم غد تحت شعار تأثير انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، دراسات بالتعاون مع الرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة وبحضور خبراء من أكثر من 10 دول لمناقشة آخر التطورات والمتغيرات المتعلقة بالطاقة من حيث العرض والطلب وحالة الأسواق بما فيها الظروف الراهنة والمستقبلية المحيطة بأنواع الطاقة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عمر العبيدلي مدير البحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية دراسات. أهلا بك دكتور في نشرة الثامنة، وإذ تحدثنا عن هدف هذا المنتدى. مساء الخير، أهلا وسهلا. يهدف المؤتمر لمناقشة موضوع مهم وهو تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. يمر الشرق الأوسط حاليا في تغيرات جذرية في نظام الطاقة. كانت المنطقة تعتمد اعتمادا شبه مطلق على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة منذ زمن طويل، ولكن خلال آخر 20 عام نجد أن بدأت جميع دول الشرق الأوسط من بينها مملكة البحرين أن تنتقل إلى استخدام أكثر وأعلى للطاقة المتجددة وأنماط أخرى من الطاقة. ولذا للبحث في سبل إدارة هذا التغير والتحول عقدنا هذا المؤتمر بالتعاون مع جهات مختلفة، من بينها كما تفضلتم الرابطة الدولية والرابطة السعودية لاقتصاديات الطاقة، وأيضا مركز كابسارك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في المملكة العربية السعودية. نعم دكتور، مواضيع جدا مهمة سيتم طرحها في هذا المنتدى، فكيف ستستفيد مملكة البحرين من عقد هذا المنتدى؟ مملكة البحرين لديها عدد من الجهات الحكومية التي تدير عملية تحول الطاقة، كهيئة الطاقة المستدامة ووزارة الكهرباء ووزارة النفط. ولكن لأجل دعم هذه الجهات في هذا التحول يقوم هذا المنتدى بجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار من منطقة الشرق الأوسط لكي يتبادلوا الخبرات ويتبادلوا المعلومات والمعرفة حول هذا الموضوع. ونتمنى أن يساهم المنتدى في تزويد صناع القرار في مملكة البحرين بأحدث الخبرات والمعلومات حول هذا الموضوع المهم لكي يعني نتقدم في تحول الطاقة في مملكة البحرين. نعم الدكتور عمر العبيدلي مدير البحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية دراسات، شكرا جزيلا لك.